المؤسسات كما لا يخرج من هذا المنطق. أنا تكلمت في جزيرة كارثة اصطناعية حين تمكنت الروبوتات من تقليد النشاط. هذا الملتقى يعتبر فرصة ثمينة جدا لكل الباحثين، لطلبة الدكتوراه، لكل المهتمين بمجال الإعلام والاتصال في تطوير هذه المهنة ومواكبتها مع التطورات التكنولوجية الحديثة، وخاصة إدماج استخدام الذكاء الاصطناعي. محاولة تعريف أو تدريب الطالب على أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة المادة الإعلامية، بدءا من الحصول على المعلومة، صياغة النص، صياغة القصة الخبرية، وإيصال المعلومة إلى الجمهور المستهدف، كذلك التعرف على أهم التجارب ومحاولة الاستفادة منها. جاء هذا الملتقى نتاج واستجابة لتكوين الطلبة في هذا المجال، وكما تعلمون أن محور الذكاء الاصطناعي هو أحد المحاور الأساسية لوزارة التعليم العالي. الجزائر يعني قامت في غضون السنوات الماضية بالعديد يعني من الإصلاحات القانونية، ويعمل السلطات العمومية على تطوير يعني هذا القطاع بشكل متزايد، وسنعرف يعني مستقبل يعني إنشاء مدينة إعلامية. فمن المهم يعني بطبيعة الحال الإشارة إلى مثل هذه النقاط وتدارسها قصد الاستفادة من آخر التكنولوجيات التي تساعدنا في تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية.